سيد الرئيس المحترم، الزملاء المحترمين، كما أطلعتكم قبل أسبوع لقد حضرنا تقييمنا للضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا من الولايات المتحدة والناتو في أواخر يناير. تلقينا ردهم على ذلك، وردهم يثبت بأنهم غير جاهزين لقبول مطالبنا المتعلقة بعدم توسع الناتو إلى الشرق، وهم يبررون ذلك بما يسمونه بسياسة الأبواب المفتوحة وإلى آخره، ولم يعرضوا علينا أي بديل آخر معقول، لا في الولايات المتحدة ولا في حلف الأطلسي. أما بالنسبة لمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة والذي كنا نعتمد عليه، كانت الولايات المتحدة تحاول الالتفاف عليه دائماً، وهم يختارون فقط منه العنصر الوحيد الذي هو حرية الاختيار، ويرفضون المطلب الرئيسي الذي هو عدم تعزيز الأمن على حساب أمن الآخرين. وبهذا الصدد، وفي أواخر يناير وجهنا إلى جميع زملائنا في الناتو والولايات المتحدة رسائل منفصلة، وعرضنا فيها تقييمنا للالتزامات القانونية، وتم تبنيها على مستويات القمة بما في ذلك في إطار الاتفاقية الأساسية المبرمة في عام 1997 وإعلان روما، تم تبنيها أيضا. ومن أولوياتنا الثانية، الأولوية المرتبطة بعام 1997، أي في مطلع تأسيس علاقتنا مع الناتو، وتم الإعلان آنذاك أن روسيا والناتو ليس عدوين لبعضهم البعض، وعرضنا عليهم أن تكون هناك شراكة والعودة إلى الهيكلية التي كانت في عام 1997 لتموضع قوات الأطلسي. وطبعا هناك هذا البرهان وهذه الحجة، وبالمقابل هم يطالبون بوقف احتلال القرم وسحب قواتنا من مولدوفا ومن جورجيا ومن أبخازيا بدون أي جاهزية. ردوا على تحفظاتنا ودون السعي لإقناع كييف وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها. وردا على مطالبنا الأخرى المتعلقة بعدم نشر الأسلحة الهجومية بالقرب من الحدود الروسية، قال الأمريكيون إنهم مستعدون لمناقشة موضوع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. وظهرت هذه المشكلة بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب آخر من المعاهدة ذات الصلة، وتجاهلوا مبادرتكم سيد الرئيس التي أصدرتموها قبل سنتين، وكانت تتعلق بحظر انتشار الأسلحة الهجومية ذات الصلة. وبموجب الرسائل التي استلمناها من شركائنا الغربيين، فهناك بعض المقترحات التي قد تتوافق مع المقترحات والمبادرات التي تقدمنا بها في السنوات الأخيرة أمام الأطلسي والأمريكيين، ولكن هذه المواضيع تم سحبها من حزمة الاتفاقية الخاصة بالضمانات الأمنية. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يدور الحديث حول القاذفات الاستراتيجية، ويدور الحديث حول السعي للحيلولة بأن لا تكون هناك حوادث في الأجواء والبحار، وأيضا
استئناف العمل بين الجهات العسكرية وإعادة بناء ما يسمى بخطوط التواصل الساخنة والحيلولة دون حدوث أو وقوع حوادث عسكرية. وفي الحقيقة لا نرى في هذه المحاولات إلا محاولة للتقليل من أهمية الأولويات التي عرضناها عليهم من دون أن تمس المصالح الأساسية الخاصة بحلف الأطلسي فيما يخص التوسع اللامحدود في فضاء الأطلسي وما يحيط بفضاء الأطلسي. وبدء أي حوار بشأن أي مسائل هم يشترطون اتخاذ خطوات من قبلنا لنزع فتيل التصعيد حول أوكرانيا. ويمكن أن نؤكد بأنه كان هناك تقدم نعم في بعض الاتجاهات والمبدئية والاستمرارية التي نبديها وخاصة من ديسمبر من العام الماضي. هذه أدت إلى تعبئة الولايات المتحدة وحلفائها من حيث البدء في معالجة المقترحات التي عرضتها روسيا سابقا فيما يتعلق بتخفيف التوتر والإشراف على الأسلحة. وفي هذا السياق سيد الرئيس لابد من مواصلة هذا العمل، ولقد أصدرنا ردود أفعالنا على الوثائق التي تسلمناها من الولايات المتحدة وبروكسل. وقبل كل شيء الولايات المتحدة أو الردود الأمريكية، لأن الردود التي جاءت من حلف الأطلسي هذا الاتجاه ثانوي ويعتمد على الموقف الذي ستعتمده واشنطن في المستقبل. وبالمناسبة خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد مؤخرا، كل واحد من الغربيين كانوا يؤكدون تضامنهم مع مواقف واشنطن، ومؤتمر ميونخ أكد على أنه ينبغي أن يكون هناك حوار مع واشنطن وحدها. وفي هذ السياق أكدنا على أن مقترحاتنا ليست مجرد وصفة أو قائمة طعام يمكن الاختيار منها، بل تعتمد على الأشياء البديهية، ألا وهي أن الوضع في العالم لا يمكن حسمه إلا من خلال اتخاذ إجراءات متكاملة وشاملة. لقد أكدتم سيد الرئيس على أن تسوية الأزمة في أوكرانيا مرتبطة بحالة العلاقات بين روسيا والدول الغربية الرائدة. وفي هذا السياق أكدنا على المبادرة الروسية، ونحن مستعدون لمواصلة مناقشة المسائل التي يتذكرها الأمريكيون وبالنظر إلى الأفكار الروسية السابقة، وسنقوم بذلك من خلال الإصرار على الحصول على الأجوبة المتعلقة بوقف تمدد الناتو شرقا والنظر في الوجود العسكري للأطلسي في القارة الأوروبية اعتمادا على ما تم التوصل إليه في الاتفاقيات السابقة بين الناتو وموسكو. ودعوتنا ومطلبنا لتقديم الإيضاحات لماذا التأكيدات التي تم التوقيع عليها على مستوى القمة يتم تجاهلها وكانت متعلقة بعدم تعزيز أمن الدول على حساب أمن الدول الأخرى، والآن لابد من الحصول على تفسيرات ماذا كانوا يعنون حينما وقعوا على تلك الاتفاقيات، ولماذا الآن يتنصلون منها. وتلبية لإعازاتكم سيد الرئيس، فإنني وجهت هذه الوثائق إلى واشنطن، وبعد يومين اتصل بأنتوني بلينكن وقال إنه اطلع على الوثيقة وقال
إنه مستعد لتنظيم لقاء معي لمناقشة هذه المسائل وللتعبير عن الردود الأمريكية، وبموافقتكم تم عقد ذلك اللقاء في أو تخطيط لعقد هذا اللقاء في 24 من فبراير في جنيف، وسوف نستمر في إيصال الأفكار التي تقومون بتوجيهها وتقديمها سيد الرئيس. وهذه كلمتي. نعم، مع زملائك تحدثت عن هذا الموضوع، وزميلي الأمريكي أو نظيري الأمريكي قال إن أوكرانيا ربما لن يقبلوها، وربما يمكن أن يتم حظر، ويرون أن أوكرانيا غير مستعدة اليوم، والجواب كان بسيطا. هذا ليس تنازلا وإنما يعد تطبيقا لخطتكم. يجب أن تحضر أوكرانيا لتنضم إلى الناتو، فهذا إذن هذا وفقا لاتجاهاتكم فقط. وبالأمس تحدثت مرتين مع الرئيس الفرنسي، حتى الساعة الثانية صباحا، وهم قالوا إن هناك تغييرا في الموقف الأمريكي، ولكن السؤال هو ما هي هذه التغييرات؟ حينما قلنا سألنا هذا السؤال لم يردوا علينا. أعتقد أنه من الضروري بداية فهم ما هذه التغيرات إذا كانت موجودة. ونظيركم حتى بالأمس كان قد أعلن بأنه ليس هناك أي تقدم فيما يتعلق بالتوسع للناتو، وقال إن الناتو ليس لديهم هذه التطورات. نعم سيد الرئيس، بغض النظر عن المقالات الكثيرة وبما في ذلك نشر الوثائق السرية التي تمت مناقشتها في تسعينيات القرن الماضي، وبغض النظر عما يأتي من تلك الوثائق، فليس هناك بأنه ليس هناك أي نية للتوسع شرقا من الغرب، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة يان سولتنبرغ مثلا يرفض حاليا هذه الوقائع وهذه الحقائق والدلائل الدامغة. وبغض النظر عن كل ذلك هم يصرون على مواصلة سياسة الأبواب المفتوحة، وقلتم مرارا بأنه لا توجد مثل هذه السياسة، ولكن توجد إمكانية وبموافقة جميع أعضاء الناتو عرض الدول على دولة ما بالانضمام إلى الناتو بشرطين. الشرط الأول إذا كانت تزيد من أمن حلف الأطلسي، والشرط الأول هو أنها تستجيب لمعايير حلف الأطلسي. أما فيما يتعلق بالأفكار الجديدة التي يمكن أن ينقلها الأمريكيون وحلفاؤهم، فننطلق من أنه كما قلت للرئيس ماكرون في البداية ينبغي أن نفهم ماذا يقصد الأمريكيون، ولأن شركائنا الفرنسيين يقولون إن لديهم إدراكا بما يمكن أن تعرضه علينا واشنطن، فاليوم من المقرر أن تكون هناك مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي، وطلبت من وزارة الخارجية الفرنسية بأن السيد الوزير الفرنسي بأن يلمح لنا جاهزية الأمريكيين لمناقشة هذه القضايا الشائكة. نعم مفهوم، شكرا، تفضلوا.